السلام عليكم، انا احمد بن عمر، رئيس جمعيه نمويه. اكيد ان احنا دابا في واحد الجائحه، في واحد المحنه اللي هي صعيبه بزاف، ولكن ان بعد العسر يسرا. دابا ان شاء الله كل شيء غادي يدوز، وغادي تولي غادي يدوز المرحله اللي جايه. ان شاء الله غادي يكون كل شيء مزيان، غادي تكون احسن من اللي فات، وكل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير. غير ما نقنطوش، نجلسوا في الديور ديالنا حتى يدوز هذا الشيء بخير وعلى خير. شكرا للبنود، شكرا مبادرة 2030، رمضان كريم، والسلام عليكم.